اوكي، المفروض ان عملنا فورماتيف اسسمنت لتشابتر 7 وتشابتر 8 كبي دي اف فايل نزلتلكم اياه. فكر اعمل على ستايل الكويزز في مودل على اساس انه تكون عندكم اكسبيرينس كيف الامتحان مع تايم مع ليميتيشنز معينه. فرح اعمل لكم سيلف اسسمنت برضه ما له علامات، ما عليه جزء من العلامه، بعد ما نخلص تشابتر 11. يعني حيكون عندي 9 10 و11 مع بعضهم البعض في فورماتيف اسسمنت واحده. رح تكون ان شاء الله بعد ما نخلص التشابتر اللي هو تشابتر 11 اللي حننتقل عليه بعد تشابتر 9. بس حبيت احكي لكم هاي المعلومه، فانا اوريدي عمالي بجهز فيه. بالنسبة للمجموعات، الناس اللي دخلت جديد، يعني بنحكي لكم مجموعة صارت 65 طالب، الناس اللي دخلت جديد رجاء تشيكوا على الموديل وتتأكدوا من أسماء الموجودين. والمجموعات القديمة اللي أصلاً أوريدي قسمت الشغل فيما بينها، بس للتأكيد ارجعوا تأكدوا، لأنه صارت أغلب المجموعات فيها 11 طالب. أعتقد بس مجموعة واحدة بس فيها 10. أوكي؟ بالنسبة لإشي تاني كنت أحكيه، اللي هو إنه سألتوني بينفع اللي بيعمل البرزنتيشن اللي هم الثلاثة اللي بدهم يعرضوا البرزنتيشن ما يشاركوا في تحضير السلايدات. بعد سؤال دكتور نهاد حكى لي ما في مشكلة، يوزعوا الشغل بالطريقة المناسبة بيناتهم، بس المفروض ال11 شخص الموجودين في المجموعة كل واحد منكم أتليست يعمل تاسك معينة ضمن هذا المشروع. يعني ما بينفع مثلا حدا ما يشتغل ولا إشي، لا يعرض برزنتيشن ولا يجهز في سلايدات ونحط اسمه انه هو اشتغل. تمام، العلامة رح تكون موحدة، بس اجمالا العلامة رح تكون للشخص اللي بيشتغل. هاي بس حبيت انوه عليها لانه سألتوني عن وقت الاوفيس اورز. اوكي، سو اذا خلصنا بالنسبة للمشروع والمواضيع هاي، احكي عن تشابتر 9 اللي هو عنوانه تراي كاربوكسيليك سايكل. احنا بلشنا في تشابتر الجلايكوليسيس، اخذنا كيف جزيء الجلوكوز بيتحول لبايروفيت. بعدين حكينا عن الفيت اوف بايروفيت، قلنا انه البايروفيت هذا ممكن انه يدخل على ان ايروبيك جلايكوليسيس وبالتالي يعطيني اللاكتيت، وشفنا شو المشاكل اللي ممكن تيجي مع اللاكتيت وكيف الجسم بتخلص من الاكسترا لاكتيت الموجود فيه، ومين الانسجه اصلا اللي بصير فيها الان ايروبيك جلايكوليسيس. بعدين حكينا انه المصير الثاني اللي ممكن يكون للبايروفيت انه يدخل للتراي كاربوكسيليك سايكل او اللي هي الكريبس سايكل، وبالتالي ياخذ الجلايكوليتيك باثوي اللي فيه ايروبيك اللي هو يحتاج الى وجود الاكسجين. وتلقائيا طالما يحتاج نمشي خطوه الكريبس سايكل، فاكيد النكست ستيب بعديها رح تكون هي فعليا اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين، اللي هي سلسله نقل الالكترون اللي درستوها بالتفصيل في الجنرال بيولوجي. هلا نبلش باول معلومه او اول شيء لازم نفهمه عن السايكل هاي. زي العاده بنبلش من الكبير من اللارج سكيل، وبعدين بنبلش ندخل في التفاصيل 1 باي 1. اول شيء بدنا نحطه في بالنا انه سيتريك اسيد سايكل هي جاي من اسم اول برودكت بيتم انتاجه في هاي السايكل. فممكن كثير كتب او كثير مراجع ترجع او تعبر عن هاي السايكل على اساس انها سيتريك اسيد سايكل او سي اس تي سايكل. اثنين، تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل لانه في عندنا كاربوكسيليك ميتابولايتس موجودين ضمن هاي السايكل، فمن هون اخذت هاي التسميه اللي هي تي سي اي سايكل، واللي هي نفسها التسميه المعتمده في كتابكم. وعندنا كمان الاسم الفيموس والمشهور اللي بتعرفوه من ايام المدرسه اللي هو الكريبس سايكل، على اسم الشخص اللي اكتشف هاي السايكل وبالتالي اخذ جائزه نوبل على هذا الموضوع. هلا البروسيس كلها اللي هي السي اس سي سايكل او الكريبس سايكل بتصير جوات الميتوكوندريا. اذا بتتذكروا للتذكير، الميتوكوندريا هي عباره عن اوتر ميمبرين مكون من فوسفوليبيد باي لاير اللي هم زي الموجودين في غشاء الخليه، وانر ميمبرين. الانر ميمبرين ايش ماله؟ فولدينج او ايش ماله؟ في انثناءات. هاي الانثناءات الهدف منها انها ايش؟ انها تعطيني مساحه سطح عاليه، خاصه لما بوصل للالكترون ترانسبورت تشين اللي هي سلسلة نقل الإلكترون اللي أصلاً موجودة. وين سلسلة نقل الإلكترون؟ بروتيناتها موجودة أوريدي هون، فبالتالي البروتينات هاي موجودة داخل هذا الغشاء. هلا إحنا أوريدي حكينا الجلايكوليسز رح تصير هون في السيتوسول، ورح يطلع منها البايروفيت.
البايروفيت هذا، البايروفيت اللي بيتم إنتاجه لازم ينقل للميتوكوندريا إذا كان في عندي إيش؟ ايروبيك باثوي اللي هو الهوائي. فبالتالي البايروفيت رح يتم نقله لداخل الميتوكوندريا، زي ما حنشوف حنسأل حالنا هون كيف البايروفيت بده ينتقل، رح ناخذ هاي التفصيلة. وزائد إنه لازم يوصل للمنطقة اللي في الوسط. هلأ حكينا هذا outer membrane، ال convoluted هذا membrane اللي في سميناها كريستي اللي هو ال inner membrane، والتجويف اللي في الداخل هذا شو اسمه، متذكرين شو اسمه؟ mat الحشوة اللي هي بالضبط. الحشوة بالضبط، اللي تحتوي على السوائل أو الليكويدز اللي لازمة، تحتوي على إنزيمز، تحتوي على مادة وراثية، لأنه الميتوكوندريا واحدة من العضيات القليلة زي مثلا الكلوروبلاست اللي تحتوي على its own DNA. فبالتالي في كتير أشياء موجودة في الماتريكس، وتفاعلنا اليوم اللي هو الكريبس سايكل بيصير جوات الماتريكس. يعني إذا بدي أكون very precise هون، ما بكتفي بإني أحكي ميتوكوندريا، رح أحكي ماتريكس of ميتوكوندريا زي ما حتشوفوا في السلايدات اللي جاي لقدام. طبعا هذا التشويس أو هذا الخيار إذا كانت عندي aerobic باثوي. كمان مرة شو بلزمني للايروبيك باثوي؟ بلزمني اكسجين as the final electron acceptor زي ما شفتوا في الاحياء، وهون في عندي الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي سلسلة نقل الالكترون. وبالتالي بهاي الطريقة بعمل اوكسيدايزنج للنواقل الالكترونات، وبعطي هاي الالكترونات للاكسجين كفاينل الكترون اكسبتر. هاي هو مفهوم خلينا نحكي الكريبس سايكل بشكل سريع. إذا بتتذكروا هاي الخريطة اللي حطيناها في بداية شابتر 8 لما حكينا عن الميتابوليك باثويز، هاي الخريطة بتفرجيني إنه فعليا في عندي أكثر من ميتابوليك باثوي، كلياتهم إلى حد ما بيعملوا انتر أكشن مع مين؟ مع حلقة كريبس اللي موجودة عندنا. كيف؟ من خلال إنهم ينتجوا واحد من الميتابولايتس الموجودين في أو الانترميديتس الموجودين ضمن هاي الحلقة. طبعا اوريدي شفنا هذا الحكي في تشابتر 10، لانه احنا سبقنا واخذنا تشابتر 10 عشان نو كوريليتد مع تشابتر 8، بس برضه شفنا انه مثلا في بعض الاحماض الامينيه بتدخل على شكل الفا جلوتاريت، في شيء بدخل على شكل بايروفيت قبل السايكل، في شيء بدخل على شكل اوكزالو اسيتيت، وحتى في شيء بدخل على شكل ساكسينيت، وحكينا انه في الاخر كلهم بصبوا في الاوكزالو اسيتيت عشان الاوكزالو اسيتيت يطلع برا الميتوكوندريا ويتحول لبايروفيت مره ثانيه، وبالتالي استفيد منه في الجلوكو نيوجينيسيس اللي هي تصنيع الجلوكوز من جديد. فاحنا اوريدي شفنا مثال على تداخل الميتابوليك باثوي اللي هو الباثوي تاع الجلوكو نيوجينيسيس مع حلقة كريبس أو مع حلقة الكاربوكسيليك أسيد سايكلز. هلا الإشي الثاني اللي بدنا نعرفه إنه هاي الكتابوليزم أوف أمينو أسيدز اللي هي تكسير الأحماض الأمينية بطريقة أو بأخرى اللي بتعطيني انترميديتس بتدخل على كريبس سايكل بسموها أنا بيلوريتيك رياكشنز. أوكي، فهذا المصطلح بيعبر عن الميتابوليزم للأحماض الأمينية. خلينا كمان نتبع مع بعض من اللحظة الأولى اللي بناخد فيها الغذاء لما بتبلش عمليات الدايجستشن والابزوربشن. احنا أخذنا in details كيف الكربوهيدرات بصيرلها دايجستشن وبصيرلها ابزوربشن، وبالتالي شفنا هاي الخطوات سابقا. بس كمان احنا الأكل اللي بناكله مش كله كربوهيدرات، في كمان بروتينز وفي كمان فاتس. بغض النظر ايش الشيء اللي احنا بناكله، هو فعليا رح يصير له digestion لل simple forms of it أو للمكونات البسيطة اللي أنتجته. الكربوهيدرات كانت simple sugars اللي هي الكربوهيدرات المعقدة، كانت سكريات بسيطة. بعدين البروتينز كانت أحماض أمينية، وبالتالي رح ترجع تصير أحماض أمينية. الفاتس كانت جليسرول وفاتي أسيدز، فرح تتفكفك لفاتي أسيدز وجليسرول. الكاتابوليزم اللي هو عمليات الأيضية الهدم لتفكيك الأحماض الأمينية والفاتي أسيدز والجليسرول والسيمبل شوجرز، هاي رح تعطيني في الآخر الأسيتيل كو أي اللي هو الأكتيفيتد فورم أوف أسيتيت اللي رح يدخل للسايكل تاعتنا بشكل أو بآخر. فبالنهاية اللي بدنا نعرفه إنه الأسيتيل كو أي اللي هو أول إشي
او هو الانبوت سوري اللي بدخل على السايكل، لانه لاحظوا من السايكل فيش اشي جاي من برا غير الاسيتيل كو اي. طبعا الاسيتيل كو اي في حاله الكربوهيدرات رح يكون جاي من البايروفيت على سبيل المثال. فرح نشوف اليوم مع بعض كيف البايروفيت بده يتحول لاسيتيل كو اي، ومن ثم الاسيتيل كو اي رح يرتبط باشي هون بالسايكل ويعطيني اول برودكت اللي هو الستريك اسيد، وبالتالي هاي السايكل تستمر في انتاج الطاقه ونواقل الالكترونات. أوكي، في سؤال لحد هلا؟ دكتورة، يعني الاستيل كو اي متعدد المصادر مش بس من البايروفيت؟ صحيح، لأنه إذا برجع هون على الحلقة هاي طلعي لي على الأسيتيل كو اي وحاولي تعملي تراك من وين المصادر اللي بيجي منها، طلعي من وين، طلعي من هون كمان في عندي سهم جاي بشكل أو بآخر على البايروفيت ورجع كمان مرة على الاسيتيل كو اي. فتلقائيا الاسيتيل كو اي مش جاي بس من البايروفيت. هلا اوكي البايروفيت رح يشكل نقطه ارتكاز مهمه لحصولنا على الاسيتيل كو اي، ولكن بالمقابل في مصادر اخرى زي ما بتشوفي مثلا هون 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 الاوكسالو اسيتيت في هذا الباثوي اللي برد برجع كمان مره وبرجع بيعطيني فوسفو انه البايروفيت، وبالتالي ممكن نعمل شفت للرياكشنز. هلا اوكي في اسئله ثانيه؟ اوكي سو عشان نفهم بالضبط هاي السايكل نمشي مع بعض خطوه بخطوه. احنا حكينا حصلنا على الجلوكوز من الغذاء، دخل للخلايا وشفنا كيف دخل للخلايا من خلال ويتش ترانسبورترز. كنت دائما احكي لكم في الجلايكوليسز كيب اب وذ ذا كاربون اتومز، يعني ضل عيننا على ذرات الكربون، وين بيروحوا ذرات الكربون. احنا بلشنا بالجلوكوز اللي هو عباره عن 6 كاربون موليكيول. ال6 كاربون موليكيول هذا اعطاني في النهايه two compounds أو two products. التو برودكتس كل واحد فيهم يحتوي على 3 ذرات كربون، فتلقائيا حتى هون أنا فعليا ما خسرتش لحد هلا ولا جزء من الكربونات اللي كانت في الباك بون تاعي، فبالتالي لساتني عندي 6 ذرات كربون، 3 في البايروفيت الأول و3 في البايروفيت الثاني. هلا حكينا البايروفيت هذا له different fates، بس احنا هلا حنركز على البايروفيت اللي راح يتحول لأسيتيل كو اي. هاي الخطوة اللي هي تحويل البايروفيت لأسيتيل كو اي، إذا بتلاحظوا أول ما نطلع عليها شو صار في عدد ذرات الكربون؟ قلت وحدة صح، لأنه طلع عندي معناته CO2. في مجموعة كربون أو سوري في ذرة كربون أنا هون خسرتها. كيف راح أخسرها أو على أي شكل راح أخسرها؟ على CO2 شكل برافو، على شكل ثاني أكسيد الكربون. طبعا برضو keep in mind انه انا عندي 2 بايروفيت، فهون انا اوريدي حاطه واحد بس بدنا نضرب في 2 لانه البايروفيت الثاني حيصير فيه نفس الشيء، وبالتالي حيعطيني 2 اسيتيل كو اي و2 سي او 2. هاي الخطوه اللي حاليا انا بحكي عنها هاي اللي بسميها preparatory step، هي ليست جزء من السايكل اللي حندرسها، فبالتالي زي كانه اليوم موضوعنا رح يكون مقسوم الى نصين. النص الاول حنحكي فيه عن هاي البريباراتوري ستيب، كيف احول البايروفيت لاسيتيل كو اي، والنص الثاني كيف بعد ما حصلت على الاسيتيل كو اي التفاعلات بدها تكمل في السايكل. طبعا الجزء الاصعب اني احصل على الاسيتيل كو اي، بعد ذلك بتكون كثير السايكل نفسها بحسها بتصير اسهل. فالجزء الاول اللي حشرحه اليوم هو فعليا البريباراتوري ستيب او الخطوه التحضيريه اللي من خلالها انا بنتج الاسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي بذرتين الكربون الموجودين فيه رح يرتبط مع الاوكزالو اسيتيت. الاوكزالو اسيتيت كم ذره كربون موجوده فيه؟ 4 ذرات كربون. طبعا مش عارفه هاي الشريحه ليش هيك الكربون اتومز في الستريك اسيد، بس هاي لازم تكون زي هيك. الستريك اسيد في عنده 4 6 ذرات كربون. طبعا بالمنطق لو ارجع اتبع فعليا انا خسرت ذره كربون هون، صار عندي تنتين، رجعت على الاوكسالو اسيتيت عنده 4، شبكت التنتين مع الـ4، اذا رح البرودكت الناتج هون اللي هو السيتريك اسيد رح يحتوي على 6 ذرات كربون. مين وايل والسايكل شغاله رح يرجع السيتريك اسيد هاد يخسر ذرات الكربون اللي كسبها، وبالتالي رح يخسر اول ذره على شكل سي او 2، ثاني ذرة على شكل كمان مرة CO2، وبالتالي الستة رجعوا صاروا 4 كمان مرة، وبهاي الطريقة رجعنا عملنا ريجنريشن للأوكسالو أسيتيت، وبالتالي ضلها التفاعل إيش ماله حلقي. فهمنا ليش حلقي؟ لأنه فعليا خلال ما سلسلة التفاعلات ماشية أنا برد بنتج المادة اللي بلشت فيها اللي هي فعليا الأوكسالو أسيتيت.
الصورة العامة خلينا نحكي مبدئيا واضحة، طبعا هاي الأشياء اللي شرحتها بهاي البساطة أنتوا أوريدي بتعرفوها من أيام المدرسة، لسه مش من الجنرال بيولوجي. اليوم حنركز على أشياء معينة في هاي الحلقة، حنركز على إيش المتفاعلات اللي تدخل فيها وبالتالي إيش النواتج اللي رح تطلع منها، اللي هن الانترميديتس أو الميتابولايتس اللي حتيجي هاي بالوسط، شو دور كل واحدة فيهم. رح ناخذ الكومباوندز الموجودين في السايكل وبالتالي ندرس الريجوليشن اوف ذا سايكل، بعدين رح نركز اخر شيء على بعض الكلينيكال كيسز، حتى ممكن خلال واحنا بنشرح في بعض الكلينيكال كيسز تمر علينا، خاصه بعد البريباراتوري ستيب في عندنا امراض لها علاقه بالجهاز العصبي رح نذكرها او رح نشرح عنها لانها لها علاقه بالانزيم تاعنا. احمد كنت بدك تسال شيء؟ دكتور، ممكن ترجع الصوت اللي قبل؟ تمام. خلاص تمام، بس كنت أصورها. اوكي. اوكي سو الحلقة هاي بالتفاصيل تاعتها اللي احنا هلا شايفينها complicated فيها كتير information، رح ناخذها step by step ونتعرف على كل الكومبوننتس اللي فيها in addition to the enzymes to the regulation steps. رح نلاحظ انه خاصة عند the regulation steps كيف كنا بالglycolysis نحكي هذا التفاعل reversible فهو قابل للعكس بالتالي مش regulation step، واللي بتكون الريفرسبل هي عادة الريجيولاتوري ستيبس. اكشولي في عندي بس ثلاثة ريجيولاتوري ستيبس في الكريبس سايكل، بالإضافة طبعا للبريباراتوري ستيب اللي هي أصلا زي ما حكيت لكم ما بعتبرها جزء من السايكل. هلا عشان نحفظ الميتابولايتس هاي وما ننساها، اتس اب تو يو طبعا، بس اي ثينك اتس ا جود واي تو ميمورايز، اللي هو سيتريت از Krebs starting substrate for making oxaloacetate. احفظ هاي الجملة عشان تتذكر أسماء الميتابولايتس. Citrate هو أول برودكت حصلنا عليه. I لا isocitrate اللي رح يكون ثاني برودكت رح نشتغل عليه. Krebs لا alpha ketoglutarate اللي هو رح يكون موجود عندي هون ثالث برودكت. Starting لا succinyl CoA. Substrate لا succinate. فور للفورمات، ام للماليت، واوكسالو اسيتيت فور اوكسالو اسيتيت. اعتقد الجمله هاي شوي بتخفف او بتسهل علينا نحفظ اسماء الميتابولايتس المختلفه، طبعا لما نمشي رياكشن رياكشن رح يصيروا مالوفين بالنسبه لكم اكثر. اوكي سو هاي سلايدة باختصار بتحكي عن نفس الاشياء اللي كنت احكي فيها، انه فعليا المشكله هلا ان ندخل الاسيتيل كو اي سوري ندخل البايروفيت للجوات الخليه وبالتالي نحول البايروفيت لجوات الميتوكوندريا ونحول البايروفيت لاسيتيل كو اي. فهلا هاي هي تشالنجينج خلينا نسميها ستيب. هاي الخطوه اللي هي البريباراتوري ستيب هي خطوه الاوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اوف بايروفيت. Oxidative decarboxylation. Decarboxylation في إزالة كربون. Oxidative معناته في oxidation reduction reaction. خلينا نشوف التفاعل إيش هو. التفاعل ببساطة البايروفيت بواسطة إنزيم اسمه بايروفيت dehydrogenase. هذا الإنزيم جدا مهم وأعتقد النقطة الأهم في محاضرة اليوم مع التفاصيل اللي لها علاقة فيه. زي ما ملاحظين شو مكتوب هون، مكتوب إنه البايروفيت ديهايدروجينيز إز أ كومبلكس. شو يعني كومبلكس؟ يعني معقد، وبالتالي هو مش بس إنزيم واحد، هو عبارة عن أنا بسميه مجمع إنزيمات، إنزيم واحد وإنزيم اثنين وإنزيم ثلاثة مع بعض. هلا رح نمشي في الخطوات ونشوف كيف انزيم واحد وانزيم اثنين وانزيم ثلاثة جوات البايروفيت ديهايدروجينيز بتعاونوا لإنتاج اسيتيل كو اي وثاني اكسيد الكربون. از ا باي برودكت لهي الخطوه بيطلع معي كمان ايش؟ ناد اتش اللي هو عباره عن الكترون كارير، او خلينا نقول هو عباره عن ناقل للالكترونات رح يتم فيما بعد اكسدته في سلسله نقل الالكترون وبالتالي رح اطلع منه طاقه، فهذا رح يكون زي غنائم حصلت عليها مين وايل كانت البروسيس شغاله. رح استفيد منه وين؟ رح استفيد منه زي ما حكينا في سلسله نقل الالكترون later on. هلا اذا بتلاحظوا على السهم في اشياء ثانيه مكتوبه، مثلا مكتوب فاد اللي هو برضه ناقل الكترونات، مكتوب ليب ويت، مكتوب تي بي بي، اوكي مكتوب كو اي اس اتش. هدول الأشياء اللي أنا ذكرتهم هم عبارة عن co-enzymes،
اوكي كوانزيمز اند كوفاكتورز بتساعد الكومبلكس هاد في اداء وظيفته. اذا كمان مره نرتب افكارنا مع بعض. الفكرة أو النقطة الأولى إنه البايروفيت لازم ينقل للميتوكوندريا. نقلنا البايروفيت للميتوكوندريا طبعا من خلال ترانسبورترز خاصين موجودين على غشاء الميتوكوندريا، ودخلنا البايروفيت للماتريكس. وانس وصل البايروفيت للماتريكس رح يستقبله البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، اللي هو عبارة عن كومبلكس من انزيم اثنين ثلاثة. هدول الانزيمات الثلاثة بيشتغلوا مع كوفاكتورز اللي هم تي بي بي، لبويت، الفاد، الناد والكو اي. هدول الاسماء اللي بالنسبه لنا هلا غريبه، بعد شوي رح يصيروا ان شاء الله اوضح، بس بدي مبدئيا نفهم انه هاي الاشياء اللي هون على السهم هي كوفاكتورز. الإشي اللي رح ينتج من هذا التفاعل، او انا اصلا ليش بعمل هذا التفاعل؟ عشان احول البايروفيت لاسيتيل كو اي. تحويل البايروفيت لاسيتيل كو اي رح ينتج ثاني اكسيد الكربون، ومن الاشياء اخرى اللي بيتم انتاجها هي النات اتش اللي فيما بعد رح نستغله في سلسله نقل الالكترون حتى انتج ايش؟ حتى انتج الاي تي بي المطلوب. طبعا هاي الملاحظه هون انه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس هو مش جزء من السايكل، وبالتالي it's not a major source of acetyl CoA for the cycle، يعني مش هو المصدر الوحيد للأسيتيل CoA لأنه هو مش جزء من السايكل. أوكي هلا هاي أخذناها الخطوة، بس مش بالنهاية هي الـ only source خلينا نقول للأسيتيل CoA. في أي سؤال لحد هلا؟ دكتور مش موجود عندنا هذا الرسم هاي. أعتقد السلايدات القديمة معك. نزلتهم من المودل انا امبارح، أوكي عاد زمان اللي عليهم. أنا امبارح نزلتها على المودل، بس كانت الصورة اليوم الصبح طلع عليها كتير مبكسلة، فيها كتير بيكسلز، فشلت الصورة وحطيت هاي الصورة. أوكي فهي هي الموديفيكيشنز اللي كنت احكي لكم انه في تغييرات بس بسيطه، مش شيء خطير على الرسمات اللي عندكم. فاذا بتحب بعد المحاضره الغي الفايل هذا، نزل الفايل الثاني، اذا مصورهم او طابعهم فيش مشكله، خليك على النسخه اللي انت طابعها، لانه زي ما حكيت التغيير مجرد صوره، مش هالشيء الخطير يعني. اوكي نيجي للبريباراتوري ستيب كمان مرة، بس هالمرة مكتوبة كتابة عشان ندقق مع بعض ايش الخطوات اللي بده يصير فيها. حكينا اول شيء انه احنا بدنا ندخل البايروفيت لجوات الميتوكوندريا من خلال سبيسيفيك ترانسبورترز موجودين على الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا. وصل البايروفيت هون، مين راح يستقبله؟ البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. الدي هيدروجينيز كومبلكس هاد بيشتغل مينلي ثلاث خطوات، ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، اللي هي ثلاث خطوات، وانا اي مين خطوات، ما بديش احكي تفاعلات، لانه حقيقة الخطوات هاي تشتمل خمس تفاعلات. كمان مرة، انا عندي ثلاث خطوات بثلاث انزيمات، اوكي بس الثلاث انزيمات هدول الموجودين في الكومبلكس بيشتغلوا خمسة رياكشنز. ايش هم الخمسة رياكشنز وايش هم الثلاث خطوات اللي بيكون موجودين عندي؟ أول خطوة أو أول إشي بيصير على البايروفيت هو إن نشيل الجروب هاي اللي هي فعليا الكاربوكسيل جروب. فلما بنشيل الكاربوكسيل جروب من البايروفيت، هذا الحكي رح يطلع ثاني أكسيد الكربون، ورح يضل عندي 2 كربون هيدروكسي إيثيل جروب، اللي هو هذا الجزء بس رح يضل موجود. هلا أهمية وجود هذا الكومبلكس إنه فعليا الانترميديت زي مثلا هاي الجروب ما بتفلت في الميتوكوندريال ماتريكس، بتضلها ضمن الكومبلكس تاع الإنزيم، فبالتالي بهاي الطريقة زي كأنه نجبرها إنها تمشي in one direction، فعشان هيك هاي الخطوة هي irreversible step، خطوة غير قابلة للعكس. هلا هاي الجزء اللي ضل من البايروفيت اللي هو 2 carbon hydroxy ethyl group رح يستلمه الجزء الثاني من الإنزيم ويشتغل عليه بحيث إنه يعمل أوكسيديشن للأسيتيل جروب. الأوكسيديشن هاي للأسيتيل جروب رح تحتاج وجود إيش؟ الناد بلس عشان يتحول لناد إتش. طبعا الخطوة الثالثة اللي هي إني أربط الكو إي إنزيم أو اللي هو الكو إنزيم إي اللي هو ديريفاتيف أوف فيتامين بي، رح أربطه مع البرودكت اللي نتج عندي او اللي عملت له اوكسيديشن عشان يصير في عندي اسيتيل كو اي اللي هو البرودكت النهائي المطلوب من هذا التفاعل. نيجي على الانزيم.
عشان افهم التفاعلات اللي حكيتها انا هلا من شوي، لازم افهم الانزيم تاعي من ايش مكون. الانزيم لو بدي ارسمه هو عباره عن زي ما حكيت تجمع او اجريجيت، او بسموه مالتي موليكولر اجريجيت اوف 3 انزيم. هاي الانزيمز دي كاربوكسيليز اللي هو الانزيم الاول، هذا الحكي او هذا الانزيم رح تلاحظوا له اهميه جدا كبيره في الريجوليشن. بعدين في عندي انزيم اسمه شوي غريب بس هلا بتفهموا ليش اسمه هيك، اللي هو داي هايدرو لايبول ترانس اسيتيليز. اوكي، داي هايدرو لايبول ترانس اسيتيليز اللي هو الانزيم الثاني، واخر انزيم اللي هو الانزيم الثالث داي هايدرو لايبول دي هايدروجينيز. اوكي، شكله هذا اللي مسؤول عن مين؟ عن الاكسديشن ريدكشن ستيب. هلا بنشوف هذا عن ايش مسؤول، وبالتالي بصير سهل عليكم تربطوا الاسم مع الفانكشن تاعه. وهذا ديكربوكسيليز من اسمه، اذا هاي الخطوه اللي بده يطلع فيها ثاني اكسيد الكربون. انا بحاول قدر الامكان الاقي لكم كونكشنز عشان لما بتدرس تقدر تحفظ هاي المعلومات. هلا هذا الكومبلكس كيف بيشتغل على السبستريت تاعتي؟ نيجي هلا التفاعلات هاي. مع مره نركز على هدفنا، قلنا انه هذا الانزيم بيشتغل على 5 خطوات او 5 تفاعلات، وبالتالي في عندي 5 كو انزيمز وخمسه رياكشنز قاعده بتصير جوات هذا الكومبلكس. هاي هي الـ5 تفاعلات، اللي هو هاي التفاعل الاول اذا بتلاحظوا الارقام، واحد واحد اثنين، هاي التفاعل الثالث الرابع والخامس. الاشياء اللي معلمه بالازرق هي البرودكت تاعتي، يعني ناد اتش ثاني اكسيد الكربون والاسيتيل كو اي. الاشي اللي معلم بالاخضر هو الانبوت او اللي هي السبستريت اللي انا بستخدمها، طبعا بنضاف على السبستريت هذا اللي هو ايش؟ الكو اي انزيم. اوكي، فهلا نمشي خطوه خطوه عشان نفهم شو اللي بصير فعليا في التفاعل. حكينا اول انزيم اللي هو الانزيم الاول اللي نشتغل عليه اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز، سوري في البايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو ديكربوكسيليز. هلا هذا ايش راح يعمل؟ هذا راح ياخذ ثاني اكسيد الكربون ويطلعه من البايروفيت، ويربط الجزء اللي ضل اللي حكينا عنها التو كربون اسيتيل جروب، هاي راح يربطها مع التي بي بي. شو هو التي بي بي؟ هو عباره عن ثايمين بايروفوسفيت. شو يعني ثايمين بايروفوسفيت؟ ثايمين اللي هو الثايمين اللي بتعرفوه، اوكي، وبايروفوسفيت. بايرو لما بتشوفوها في الاورجان كيمستري معناها تنين، وبالتالي هذا المركب عنده مجموعتين فوسفيت. هلا هذا الانترميديت مش ستيبل، بس انزيمنا قادر انه يحول او يعمل ريجنريشن مره ثانيه للتراي سوري الثايمين بايروفوسفيت، ويرد يسلم هاي الجروب لمين؟ للنكست، خلينا نحكي ستيب. النكست ستيب اللي هو اللايبويك اسيد، او في كتب بتسميها اللايبويت، فمن هون اجت التسميه دي هايدرو لايبويل لانها على اسم اللايبويت. شو هو اللايبويت؟ هو عباره عن سكند كوفاكتور اللي حنحكي عنه. طيب اللايبويت هذا شو في عنده؟ في عنده اذا ملاحظين السلفايد جروبس اللي موجودين عندي اياها هون. هاي السلفايد جروبس بواسطه الاكتيفيتي اوف ذا انزيم شو رح يصير لها؟ رح تصير عباره عن ثايول جروبس. اوكي، الثايول جروبس هاي رح تعطيني انترميديت ايش ماله؟ فيري سترونج. بس بنيجي بالخطوه الاولى، اذا هاي اللايبويك اسيد او اللايبويت زي ما بدكم تسموه بواسطه الانزيم اكتيفيتي رح يرتبط، رح ياخده من وين؟ من هون رح ياخذ الاسيد الجروبس هدول ويضيفها على الاستراكشر تاعه. لاحظوا انه واحده من الثايول جروبس من السلفر جروبس صارت ايش؟ ثايول جروب. هذا الاسيتيل دي هايدرو لايبو اميد. هلا هاد الانترميديت مش ستيبل، فشو رح يعمل؟ رح يجيب كو اي انزيم من الوسط في الميتوكوندريا، ورح ياخذها ويربطها مع مين؟ مع الانترميديت تاعنا اللي موجود هون. فبالتالي بهاي الطريقه بيكون ربطت الاسيتيل مع الكو انزيم واعطاني اسيتيل كو اي اللي هو الفورم اللي انا بدي اياه واللي بدي ادخله على السايكل. هلا هل هذا ريديوزد؟ يعني هو في الريديوزد ستيت تاعته اللي هو اللايبويت، فبالتالي عنده تو ثايول جروب فيري رياكتيف
هاي انرجي، شو راح يعمل؟ راح يستلمها الداي هيدرو لايبويل دي هيدروجينيز اللي هو الانزيم الثالث، ويحول الثايل جروبس هاي يعطيهم لمين؟ للفاد. فبالتالي الفاد بتحول لفاد H2 اذا بتتذكروا المعادله هاي. هلا الفاد بده يتحول لفاد H2، فمين بيجي بياخذهم؟ مين اقوى منه من الفاد H2؟ الناد بلس. فبيجي الناد بلس بياخذ البروتونات هاي من الفات H2 وبيعطيها إله، وبالتالي بيصير ناد H زائد H بلس، وبالتالي بهاي الخطوة بيصير عندي الناتج هدول الثلاثة. بعرف كثير صعب وضعته مني، عشان هيك نرجع على الجدول عشان نضلنا مع بعض. قلنا خمس تفاعلات بخمسة كوفاكتورز بثلاثة انزيمز، كل واحد منهم ايش الكوفاكتور؟ وين هو موجود؟ بأي إنزيم من ضمن الكومبلكس تاع البايروفيت دي هيدروجينيز؟ وشو الفانكشن تاعه؟ أول كوفاكتور اللي هو حكينا عن الثايمين بايروفوسفيت اللي اختصرناه تي بي بي. ثايمين بايروفوسفيت بيرتبط مع الإنزيم الأول تاع الخطوة الأولى، وشو بيعمل؟ بيعمل دي كاربوكسيليشن للبايروفيت، عشان هيك هاي الخطوة شو بيطلع منها؟ ثاني أكسيد الكربون. يجي للخطوة اللي وراها، عندنا اللايبويك اسيد او اللايبويت، زي كيف كل الاسيد مرات تقدر تسميها زي ستريت او ستريك اسيد، تقدر تشيل الكلمة اسيد وتسميها ايت بتصير اسيدك. اوكي، فهاي لايبويك اسيد او لايبويت اتس اب تو يو. هذا اللي هو موجود عند الانزيم كومبلكس الثاني اللي احيانا بيسموه لايبوميد، وبالتالي بيرتبط مع اللايسين ريزيديو على الانزيم الثاني. هاد وظيفته انه يستقبل الهيدروكسي ايثيل كاربونين فروم تي بي بي، يعني مثل قلت لكم المركب اللي بينتج هون مش ستيبل، فراح يسلم الهيدروكسي ايثيل كاربونين لمين؟ لللايبويك اسيد، بيرتبط تحديدا في اللايسين ريزيديو على الانزيم الثاني. طيب بعد ذلك راح يجي نفسه الانزيم الثاني يستخدم الكو انزيم A الموجود في الماتريكس تاعت الميتوكوندريا، وايش يعمل؟ يعمل اكسبشن للاسيتيل، وبالتالي بهاي الطريقه بيكون الاسيتيل كو A. هلا المشكله الانترميديت اللي تكون اللي هو اللي حكيت لكم يحتوي على اس اتش اللي هم هي هون، هذا الانترميديت سوري، هذا الانترميديت الطاقه تاعته عاليه، وبالتالي مش سهل انه يضل موجود في الخليه، لازم يتحول لشكل اخر. مين راح ياخذ هاي البروتونات او يسحب هاي البروتونات منه؟ راح يسحبها الفاد اللي هو برضه فيتامين ديريفاتيف من الفلافين. تمام، هذا مرتبط باي انزيم؟ بالانزيم الثالث اللي وظيفته يعمل دي هيدروجينيز اذا بتتذكروا. هلا هذا الانزيم الثالث راح ياخذ البروتونات من الانترميديت الموجود هون اللي هو عند الانزيم الثاني ويعطيها لمين؟ ويعطيها للفاد. بعد ما يعطيها للفاد راح يسلمها، راح ياخذها من الفاد H2 مين؟ الناد H. فبالتالي الناد H هو بمثابة السبستريت الناتج أو المستخدم في الإنزيم الثالث، وبالتالي راح يصير له ريدكشن من خلال الفاد H2، يعني الناد بلس راح يتحول لناد H بواسطة الفاد H2. أوكي؟ وضحت إلى حد ما؟ في مشاكل في هاي والله النقطة؟ والله يا دكتور لخمت ولا بطلت اجمع شيء I know دكتور. مش سهلة، فعشان هيك هاي المفروض تندرس اليوم فريشلي، يعني لأنها مش من الأشياء اللي سهلة. قلت لكم هذا الإنزيم تحديدا إذا تجاوزناه خلص إحنا وصلنا للإيزي بارت أوف ذا سايكل، بس إحنا لساتنا أكشولي برا السايكل عشان نضلنا متذكرين هاي النقطة. هلا الثايمين ديفيشنسي أو النياسين، النياسين اللي هو السورس اللي بيعطيني الناد بلس، أوكي؟ النياسين اللي هو عبارة عن فيتامين والثايمين إذا نقصوا بيعملوا serious central nervous problems، بيعملوا مشاكل في الجهاز العصبي المركزي. هنسأل حالنا ليش تحديدا الجهاز العصبي المركزي؟ لأنه إذا بتتذكروا قلت لكم من الأنسجة المهم جدا إنك دائما توفر لها جلوكوز،
ومضطرة تشتغل على الايروبيك جلايكوليتيك باث واي هي الدماغ، وبالتالي خلايا الدماغ بحاجة ل always sufficient supply of glucose، وبالتالي من خلاله ممكن تدخل على حلقة كريبس وتنتقل للمنطقة اللي بعديها اللي هي سلسلة نقل الإلكترون. هلا البايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو الكومبلكس هاد، إذا صار في خلل أو صار في ديفيشنسي راح يعطيني سيريس سنترال نيرفس سيستم بروبلمز، أمراض إلها علاقة بالجهاز العصبي المركزي وإجمالا بتكون خطيرة. هلا اللي كنت أحكي عنهم من شوي اللي هم الكو فاكتورز اللي يمكن شوي يضيعوكم، المفروض الفلافين أدينين داينوكليوتايد اللي هو الفاد بتعرفوه، نيوكوتين دايامايد أدينين داينوكليوتايد برضه بتعرفوه اللي هو الفاد والناد، هذول بالنسبة لكم مش شيء جديد. هلا الكو اي او كلمه اسيتيل كو اي المفروض برضه، او الاسيتيل كو انزيم سامعينها او مارين في عليها، فهاي الاستراكشر تاع الاسيتيل كو انزيم. ضل عندي الاشي بجوز الجديد اللي هو الثايمين بايروفوسفيت زي ما حكيت لكم، لانه في عنده مجموعتين فوسفيت، فبايرو معناها انه 2 فوسفيت، واللايبويك اسيد اللي يحتوي على هاي الهاي انرجي سلفر فريدج اللي موجود على اللايسين ريزيديو. اوكي سوري، بيرتبط مع اللايسين ريزيديو الموجوده في الـ في الـ في الانزيم. تمام، اذا بالنسبه لنا واضح الرياكشن، او واضح بنسبه خلينا نقول 50%، لانه المفروض في 50% ثانيه انتم تدرسوه عشان تستوعبوا، لانه اضل اعيد فيه على الفاضي. خلينا نشوف الانزيم هاد كيف ممكن ينعمل له ريجوليشن. هذا الانزيم الكي للريجوليشن تاعه ان نعمل له فوسفوريليشن او دي فوسفوريليشن. اذا نعمل له فوسفوريليشن فالتاثير سلبي، يعني اذا كان هذا الكومبلكس فوسفوريليتد زي ما شايفين بيكون ان اكتف. اما اذا كان دي فوسفوريليتد بدون مجموعات فوسفات فهو ايش؟ فهو اكتف. مين بيشتغل عليه؟ بيشتغل عليه انزيمين، انزيم الفوس البايروفيت دي هيدروجينيز كاينيز، ومن اسمه كاينيز فهو عشان هيك بيعمل فوسفوريليشن، والبايروفيت دي هيدروجينيز فوسفاتيز، ومن اسمه فوسفاتيز فهو رح يشيل مجموعات الفوسفات هاي ويحول لي الكومبلكس تاعي لاكتف. انا مش عشوائيا حاطه مجموعات الفوسفات عند الانزيم الاول من التفاعل من الكومبلكس، لانه اكتشوالي التاثير هدول الانزيمين اللي هو الكاينيز والفوسفاتيز هم بيكونوا على الانزيم الاول من الكومبلكس، بحيث انه لو صار ان اكتيفيشن للانزيم الاول فور شور التفاعل الثاني والثالث مطفيين، واذا صار اكتيفيشن للانزيم الاول فور شور الثاني والثالث والبروسيد. فكانه المفتاح هون في الانزيم الاول، يا اما بعمل له فوسفوريليشن عشان اوقف التفاعل، يا اما بعمل له دي فوسفوريليشن عشان اشغل التفاعل. هلا السؤال ايش اللي بيخلي البي دي اتش هو اللي شغال، او الكاينيز هو اللي شغال، او شو اللي بيخلي الفوسفاتيز هو اللي شغال؟ هلا بدنا نشوف اللوستريك وهرمونال ريجوليترز بتاثر على هدول الانزيمين اللي كونسيكونتلي رح ياثروا على الكومبلكس تاعنا. اول شيء رح نتبلش في الكاينيز اللي هو بيعمل فوسفوريليشن، وبالتالي بتحول الكومبلكس تاعي لان اكتيف كومبلكس. اللي رح ابلش بالبوزيتيف ريجوليشن اللي بتخليه يعمل فوسفوريليشن، اذا زادت مستويات الطاقه في الخليه بالتالي رح يزيد مستويات الناد اتش. اتفقنا انه الناد اتش لازم في له ريشيو معينه بالنسبه للناد بلس، مش لازم يزيد اكثر منها. زائد اذا زاد الاسيتيل كو اي الموجود في الخليه، هدول شايفين شو مؤشر عليهم انا؟ بوزيتيف انفكت او بوزيتيف انفلونس، بحيث انهم ايش بيعملوا في الكاينيز؟ بخلوه بمد ايديه وبروح بيعمل فوسفوريليشن لمين؟ للانزيم الاول في الكومبلكس. وانس عمل له فوسفوريليشن خلص الانزيم تاعنا لوكد، بطل هذا الكومبلكس يشتغل. هلا لو قلت مستويات الطاقة في الخلية، يعني صار في عندي اي دي بي كتير، وزاد البايروفيت في الخلية يعني الجلايكوليس الشغالة، هذا انديكيشن اني انا لازم اشغل السايكل اللي هي الكريبس سايكل، فبالتالي لازم احول البايروفيت لاسيتيل كو اي. ففي هاي الحالة البايروفيت والاي دي بي تراكيزهم سوري تراكيزهم العالية بتأثر سلبا على الكاينيز، وبالتالي ما بيعمل فوسفوريليشن، فبالتالي الكومبلكس تاعي شو بصير؟ بصير اكتف.
واضحة؟ دكتور بيأثر سلبي، ما هو مش المفروض يعمله انهبيتر يعني. يس، بيثبط الكاينيز وبالتالي فيش فوسفوريليشن، فلما يثبط الكاينيز مين بصير له اكتيفيشن؟ البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. معي؟ الفوسفوريليشن اللي بيعملها انزيم الكاينيز بتخلي انزيمي مش شغال، فاذا انا بدي اشغل انزيم الدي هيدروجينيز كومبلكس، اذا بدي احول بايروفيت لاسيتيل كو اي واستمر في البروسيس، لازم هذا الانزيم يشتغل، يعني لازم اشيل مجموعات الفوسفيت هاي. اوكي، يعني بصيغه او باخرى لازم اطفي الانزيم هذا. كيف بدي اطفي الانزيم هذا اللي هو تاثيره انهيبيتوري؟ من خلال انه امنعه يعمل فوسفوريليشن. مين بيمنعه؟ تراكيز البايروفيت العاليه وتراكيز الاي دي بي العاليه. وضح؟ يعني عشان هو اللي بيعمل فوسفوريليشن للانزيم E1، صحيح. لازم عشان نعمل له تخفيض من خلال يا الاي دي بي يا البايروفيت من صحيح تراكيزهم العاليه. صحيح طب يعني لو في، طب عشان في معناته الاخر الاستيل كو اي، معناته معناه في الاستيل كو الاخر اي والناد اتش والاي تي بي بيحفزوه فبيوقف بيعمل شغل الفوسفوريليشن. فوسفوريليشن وبوقف التفاعل 100%. تمام، دائما keep in mind logic، اللي هو ايش انا بدي من الخطوه. هذا الانزيم اللي هو الديهيدروجينيز كومبلكس شو بيعمل؟ بيحول بايروفيت لاسيتيل كو اي. طب اذا زاد الاسيتيل كو اي في الخليه، معناته مستويات الطاقه في الخليه عاليه، بالتالي انا ما بدي اكمل في انتاج الطاقه، فبالتالي بدي اوقف هذا الانزيم. هلا هذا الانزيم كيف بوقف؟ اذا كان هذا الانزيم اكتف، فبالتالي الاكتيفيتي اوف ذا كاينيز ويل ستوب اور كومبلكس، تحديدا مش كل الكومبلكس، تحديدا الجزء الاول من الكومبلكس اللي كونسيكوينتلي بيوقف كل الكومبلكس. بعرف شوي صعبه بس بالمنطق زي ما حكيت باللوجيك ثينكينج تمشي معكم الامور. اعيدها كمان مره، هاي بدي اشيل كل اللي كتبته واعيدها كمان مره. كمان مره، كيف انظم خطوه الدي هيدروجينيز انزيم ريجوليشن؟ دي هيدروجينيز انزيم فعليا بيشتغل او الاكتيفيتي تاعته تعتمد على شغلتين، يا اما يكون فوسفوريليتد وفي هاي الحاله بيكون التاثير سلبي على الكومبلكس، يا اما دي فوسفوريليتد يعني بدون مجموعه فوسفات وبالتالي التاثير ايش ماله؟ بوزيتيف. مين بيعمل فوسفوريليشن؟ الكاينيز. يعني وكأنه بدنا نحكي بلغة بسيطة، الكاينيز بيطفي الكومبلكس تاعي. طيب مين بيعمل دي فوسفوريليشن او بيشيل مجموعة الفوسفات؟ الفوسفاتيز، يعني الفوسفاتيز تيرنينج اون ذا كومبلكس. فتلقائيا اذا انا بدي الكومبلكس يشتغل لازم الفوسفاتيز يكون اكتف والكاينيز يكون ان اكتف، واذا بدي الكومبلكس ما يشتغل الفوسفاتيز يكون ان اكتف والكاينيز يكون اكتف. بهاي الطريقه اذا سهل، اذا فهمت هذا الحكي بقدر افهم الالوستريك ريجوليترز المختلفين كيف بتشتغل على انزيمي. اذا بحكي عن الفوسفو ضلني احكي فوسفو عن البايروفيت دي هيدروجينيز كاينيز، هذا الانزيم بيصير له اكتيفيشن من خلال الاسيتيل كو اي، من خلال اي تي بي والناد اتش. هدول الثلاثه ريجوليترز بيسمحوا للكاينيز يعمل فوسفوريليشن للكومبلكس تاعي او للانزيم الاول في الكومبلكس تاع البايروفيت دي هيدروجينيز، وبالتالي يتحول هذا الكومبلكس الى ان اكتيف كومبلكس غير قادر على تحويل البايروفيت الى اسيتيل كو اي. بس إذا بدي تفاعل أو حلقة كريبس تشتغل، لأنه تراكيز الأسيتيل كو إيه سوري لأنه تراكيز البايروفيت ومستويات الطاقة في الخلية قلت بينما البايروفيت كونسنتريشن زاد، فتلقائيا هدول الالوستريك ريجوليترز ويل دي اكتيفيت ذا كاينيز، واذا الكاينيز دي اكتيفيتد ايديه هدول بتكسروا وبطل قادر يعمل فوسفوريليشن لمين؟ للكومبلكس تاعي، وبالتالي consequently الكومبلكس فري من مجموعات الفوسفيت وبالتالي قادر انه يحول الاسيتيل كو اي سوري البايروفيت لاسيتيل كو اي. وضحت؟ اوكي. نفسه البايروفيت دي هيدروجينيز is also allosterically regulated by NADH and ATP، يعني بدون وساطة الكاينيز يعني بدون هذا ما يتدخل، الـ ATP والـ NADH برضه
فيهم يعملوا داون ريجوليشن للبايروفيت كايناز دي هيدروجينيز اكتيفيتي، وبالتالي بيرتبطوا مباشره بالكومبلكس تاع تاعي اللي هو الدي هيدروجينيز كومبلكس، وبيمنعوا الاكتيفيتي تاعته بدون تدخل من مين؟ من الكايناز. هاي برضه معلومه اضافيه موجوده في كتابكم. نيجي للخطوه الاخيره او المرحله الاخيره. شو حكيت لكم؟ إذا رح يتكسروا هذا المسكين الكاينيز، ورح يشتغل مين؟ رح يشتغل الفوسفاتيز. الفوسفاتيز شو بصير يعمل؟ بصير يمد إيديه ويسحب مجموعات الفوسفات، هيك تخيلوها. أوكي؟ وبالتالي شو هو بيعمل في هالحالة؟ بيعمل دي فوسفوريليشن. إذا عمل دي فوسفوريليشن للكومبلكس اللي موجود هون، فعليا رح يصير E1 نشيط، رح يصير E2 نشيط، رح يصير E3 نشيط، معناته البايروفيت رح يتحول لأسيتيل كوين. طيب مين اللي بينشط البايروفيت فوسفاتيز؟ شغلتين، الانسولين خاصة إذا بحكي على خلايا الليفر، الانسولين هو بمثابة بوزيتيف ريجوليتر، والكالسيوم إذا بحكي عن العضلات. وبالتالي في هاي الحالة خروج الكالسيوم من الشبكة الاندوبلازمية السموث لجوات خلايا العضلات بمثابة بوزيتيف ريجوليتر لمين؟ للفوسفاتيز، وبالتالي بيساعدوه ينزع مجموعات الفوسفات عن البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ويرجع يعمل اكتيفيشن لهاي الخطوة. سهل؟ طب مش سهل، واضح؟ وهو واضح مش واضح. اوكي تمام، اذا هاي الخطوه واضحه ننتقل للإشي اللي له علاقه بالبايروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي. يعني هذا الكومبلكس اللي قدامنا، تخيلوا قديش ممكن يصير عندنا مشاكل او ديفيشنسيز اذا صار في مشكله في واحد من الانزيمز هاي، او اذا صار ديفيشنسي في واحد من الكوفاكتورز على سبيل المثال. ففيكم تتخيلوا كم الأمراض اللي ممكن تسمع عنها اللي لها علاقة بالبايروفيت دي هيدروجينيز. أول مشكلة اللي هي عادة المشكلة اللي بتصير في الإنزيم الأول، الإنزيم الأول اللي هو في البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس مسؤول عن most of the congenital lactic اسيدوزس. شو هي الكونجنتال لاكتيك اسيدوزس؟ احنا اخذنا اللاكتيك اسيدوزس، حكينا لما بزيد مستويات اللاكتوز سوري اللاكتيت في الدم فبصير في عندنا شيء بنسميه اسيدوزس، وهي الحاله حكينا عن المضاعفات والاشياء وكيف ممكن نتبعها وكيف ممكن نستخدم الليفل اللي موجود في البلازما من اللاكتيك اسيد عشان نعمل تراك للشخص اللي موجود في شوك او بيعاني من عده امراض حكيناهم او ناقشناهم في شابتر 8. هلا هون بيحكي لي انه في إشي تاني اللي هي congenital acidosis، يعني genetically transferred او لها علاقه بمشكله او mutation على الجينز بتسبب الاسيدوزس. الديفيشنسي في هذا الانزيم بيعطيني inability to convert pyruvate to acetyl-CoA، يعني اذا صار خلل في الانزيم الاول انا فعليا مش هحصل على الاسيتيل-CoA. هذا وين المشكله؟ رح يخلي البايروفيت تلقائيا مجبور ينتقل على الالترناتيف باثوي اللي هو ايش؟ اللاكتيك اسيد او اللاكتيت دي هيدروجينيز يصير اكتف، وبالتالي ينتج لي مور لاكتيك اسيد. هاي المشكله خطيره وين؟ في خلايا الدماغ، لانه اذا الدماغ مجبر على انه يستخدم اللاكتيت دي هيدروجينيز وينتج لاكتيك اسيد، هذا بيعطيني الاسيدوزس في خلايا الدماغ. والاسيدوزس في الاسيدوزس سوري في خلايا الدماغ is an X-linked disorder. شو يعني X-linked؟ اخذته في الجينيتكس او مرت عليكم ما بعرفش او سمعته في الجنرال بيولوجي، انه الكروموسومات الموجوده عندنا نوعين، نوع بنسميه اوتوسومال ونوع بنسميه اللي هي سكس او الجندر، خلينا نسميها كروموسومز. الجندر كروموسومز اللي هم كروموسوم اكس وكروموسوم واي، عشان يكون عندنا او هم مسؤولين عن determination of the gender of the offspring. وبالتالي اذا كان عندنا XX فهاي female، واذا كان عندنا XY فهذا male. اوكي ذكر. هلا X-linked disease اعتقد المصطلح مارر عليكم حتى في التوجيه، اللي هو امراض لها علاقه بكروموسوم X. ليش تحديدا كروموسوم اكس؟ لانه واضح جدا انه الذكر عنده نسخه واحده من كروموسوم اكس، فهاي الامراض عاده اذا كانت موجوده بتكون موجوده عند الذكور بنسبه عاليه.
بس مرضنا الحالي اللي هو له علاقة بالديفيشنسي في هذا الإنزيم يظهر عند الذكور والإناث على حد سواء نظرا للسنسيتيفيتي العالية له، وبالتالي الأسيدوزز هاي اللي بتصير. حتى لو كانت الأنثى حاملة للمرض، إحنا عادة بنشوف الإنفلونس أو بنشوف الإفكت، لأنه فعليا المكان اللي بتصير فيه الأسيدوزز is very dangerous خلينا نحكي، أو very sensitive. عادة فهي زي بحكي لك انه it affects both male and female، وبالتالي classified as X-linked dominant genetic disease. لحد اللحظة ما في أي طريقة لمعالجة هاي المشكلة أو الأسيدوزز اللي بتصير في الدماغ نتيجة الـ deficiency of enzyme 1، وبالتالي الـ accumulation of lactic acids inside the brain cells. وزي ما حكينا هي problem بتصير على حد سواء بين الذكور والإناث. فبالتالي رح يصير في عندي neurologic disturbance اللي هي تشوش أو مشاكل في الجهاز العصبي، وبالتالي consequently رح تؤدي للوفاة. من الأشياء الثانية اللي إلها علاقة بال deficiency في الإنزيم الـ pyruvate dehydrogenase هي اللي سيندروم، اللي مطلوب منكم أنتم تقرأوا عنها، وبس هذا الحكي المكتوب هون تقرأوها أنتم، وإذا في عنها سؤال أو استفسار تسألوني later on. It's your job to study about Leigh syndrome. النوع الثاني من المشاكل الصحية اللي ممكن نتعرض لها اللي هي موضوع الأرسنيك بويزنينج أو الأرسنيت. إذا بتتذكروا لما شرحنا عن الأرسنيت حكينا إنه الأرسنيت بضرب على أكثر من إنزيم. الإنزيم اللي كنا معنيين فيه اللي هو الإنزيم المسؤول عن خطوة الأكسيديشن اللي بينتج في الجلايكوليسيس اللي فيها الجليسرالدهايد 3 فوسفيت ستيب اللي بعديها بنطلع جزيء اي تي بي. قلت لكم وقتها لانه الفوسفيت ان اورجانيك شكله بيشبه شكل الارسنيت، فالارسنيت ميمكس ذا فوسفيت وبروح بيشبك مع انزيمنا اللي هو انزيم الديهايدروجينيز. وفي هاي المرحله او في هاي اللحظه لما بيشبك مع الديهايدروجينيز تمشي الجلايكوليسيس تمام، بس المشكله انه ببطل انا انتج طاقه وببطل انتج ناد اتش، وبالتالي كانه الخليه بتصير عم تاكل حالها لانها فعليا عم تصرف اي تي بي في الانفستمنت ستيبس الاولى الخمس خطوات الاولى، بس بالمقابل في الاخر خمس خطوات بطلت تحصل لا على طاقه ولا على ناد اتش. فبصير عندي إشي سميناه أرسنيك بويزنينج. بس حكينا إنه في كمان إنزيم وقتها قلت لكم بعدين رح نحكي عنه اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز. تحديدا مش بس البايروفيت دي هيدروجينيز، في كمان الألفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز اللي حناخده في الستيبس تاعون الكريبس سايكل، وفي كمان في الالفا كيتو اسيدوزز اللي هو الالفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز. لاحظوا انه كل الانزيمات اللي انا بحكي عنها سواء الدي هيدروجينيز اللي هون او الدي هيدروجينيز اللي هون او الدي هيدروجينيز اللي هون او اللي هون كلهم دي هيدروجينيزز، وبالتالي الفكره فيهم انه فعليا الارسنيت بيهاجم الدي هيدروجينيز انزيمز. هاي المرحلة أو هاي الخطوة اللي هي الأولى حكينا عنها لما حكينا عن الجلايكوليسيس. ضل علينا نفهم كيف الأرسنيك بويزنينج ممكن يأثر على البايروفيت دي هيدروجينيز والألفا كيتو دي هيدروجينيز والكيتو أسيد دي هيدروجينيز. طبعا الإشي المشترك ما بين هدول الثلاثة اللي موجودين في الفقرة الثانية هي موضوع اللايبويك أسيد أو اللايبويت كوفاكتور. هدول الانزيمات الثلاثة اللي مذكورين هون بيشتغلوا على الكوفاكتور لايبويك اسيد. هلا الارسنيت شو بيجي بيعمل؟ الارسنيت بيرتبط اوكي مع الثايول جروب الموجودة عند اللايبويك اسيد، بتكون مور ستيبل خلينا نسميه كومبلكس. في هاي الحالة ببطل اللايبويك اسيد افيلبل للدي هيدروجينيزز الموجودين عندي هون، وبالتالي كأنه اللايبويك اسيد اصلا ايش؟ مش موجود. فبالتالي اذا اللايبويك اسيد مش موجود، الخطوه الثانيه اذا بتذكرين اللي هي الخطوه اللي بدخل فيها اللايبويك اسيد مش راح تمشي في 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 البايروفيت دي هيدروجينيز على سبيل المثال اللي هو انزيمنا الحالي. هاي المشكله في هدول الانزيمات المختلفين بيؤدوا الى امراض لها علاقه بالسنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي. كمان مره، ليش الجهاز العصبي؟ لانه الجهاز العصبي مسؤول بشكل اساسي او بيعتمد بشكل اساسي في انتاجه للطاقه على الايروبيك ريسبيريشن.
ففي كتير ديس اوردرز بيكون سببها او الارسنيك بويزنينج سوري بيشتغل عليها. فعشان هيك الارسنيت اذا دخل للجسم بالدوز اللي هي القاتلة ماكسيمم 4 ايام بيكون قادر على القضاء على الشخص، وبالتالي بيؤدي الى الوفاة. فهاي بالنسبة لموضوع البويزنينج بواسطة الارسنيك او الارسنيت بويزنينج اللي ناقشنا جزء منها في شابتر 8، وهي كملنا الجزء الثاني. هلا الجزء الاخير من الشابتر هاد اللي هو بيحكي عن الرياكشنز اوف ذا سايكلز اللي هي التفاعلات الموجودين في الحلقة نفسها اللي هي حلقة كريبس. هلا هاي الصورة بتلخص التفاعلات ايش البرودكتس زائد اسماء الانزيمات اللي رح تلزمني، بس زي كيف مشينا في الجلايكوليسيس ستيب باي ستيب. طبعا الفرق عن الجلايكوليسيس اني هون رح احط لكم، لانه فعليا التفاعلات يعني مش هالشيء الكومبليكيتد او ما فيش كتير اشياء احكيها عنها، ففعليا رح احط الريجوليشن، يعني اذا في خطوه فيها ريجوليشن رح يكون الريجوليشن مع الستيب. فعندي 8 خطوات ان شاء الله حبلش فيهم المحاضره الجايه، لانه اعتقد انه يو ار already saturated اليوم، ورح ناخذ ال8 خطوات هدول ونفهم كل خطوة منهم ايش الانزيم اللي بيشتغل عليها، واذا في regulation زي مثلا الخطوة الاولى ايش هي الاروستريك او الهرمونال regulations اللي بتشتغل على هاي الستبس. اوكي، فيعطيكم العافية، واذا في حدا عنده اي سؤال ممكن انا اخده هلا. ما فيش أسئلة، يفضل زي ما حكيت انكم تدرسوا المحاضرة هاي تحديداً